الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أخوكم زين الدين من فريق بسكية شرطة الشريعة، وكذا ممثل عن فريق مدرسة الماكس. اليوم أحببت أن أشارككم تقنية جميلة نستطيع من خلالها إنجاز صور عالية الدقة بمصير الجري، بالطبع تستعمل ممكن تستعمل الطباعة وإشهار على جداريات. يعني من خلال التقنية تستطيع إنجاز صور كبيرة الحجم وعالية الجودة والدقة. سابقا لتقنية استكمال الريندر وإنجاز صور عالية الجودة بواسطة الطبع، وهو كان موضوع حصري بواسطة تقنية VR Image File، وكذا تصحيح جميع الأخطاء التي قد يتفاجئ بها المصمم بعد انتهاء من الريندر، وكذا إضافة مؤثرات ساحرة على المشهد. طبعا كل واحد تصور تاع المشهد واش راح يكون التغيير اللي راح يعملوا. طرحت الموضوع هذا وتدخل احد الاخوة وقال لي بلي كاين برنامج يقوم بعملية اختصاص الصور، يعني العمل هذا بدون عناء. قلت له ان الطريقة هذه عبارة عن طريقة، بالطبع جاوبته بالرد انها طريقة حصرية لا تستعمل اي برنامج. هو ذكر اسم البرنامج وقال كاين برنامج يسمى باك برنر يقوم باختصاص الصور. بالطبع انا برنامج باك برنر نعلم باللي راهو برنامج قوي جبار بإنجاز وتسير رندر على الشبكة، يعني بتستعمل أجهزة ويكون جهاز مصير وأجهزة أخرى تعتبر توضع على شكل سليب. لكني كنت أجهل هذه المعلومة أنه الباك برنر يقوم بإنجاز العمل على جهاز واحد، وهذه ميزة جميلة بالنسبة لأصحاب الحواسيب الضعيفة والذين يمتلكون جهاز واحد، يقوم بحيث يقوم باقتصاص الصور وإنجاز كل قطعة على حدة ثم تجميع الصور في صورة واحدة. وبالطبع الخاصية هذه تسمح لمضاعفة إمكانية الجهاز. مثلا لو عندنا مثلا صورة كما هذه، مثلا صورة عالية الجودة بحيث إمكانية الجهاز لا تستطيع رندرتها على مرة واحدة بحيث يفصل جهاز الماكس، لكن لو قسموا الصورة على أجزاء بالطبع راح الماكس يتأخذ الحسابات تاعو في الجزء هذاك فقط، مما يسمح لنا بمضاعفة إمكانية الجهاز، استغلال إمكانية الجهاز بالطبع الضعيفة في مضاعفة جودة الصورة. لماذا؟ لأن إمكانية الجهاز تسخر إلا في هذه المنطقة وتستثنى المناطق الأخرى، يعني بسيستم دو سكان بالمفهوم كما يعمل سكان لاين ريندر الافتراضي للماكس، قسم يأتي من الأعلى ويرندر الأسفل، لكن سكان لاين راح يأخذ كل حسابات الصورة وبذلك راح يفصل الجهاز. لكن هذا الباك إضافة الباك برنر التقنية هذه تسمح بعملية سكان الجزء الأول للصورة ويستثنى باقي المشهد. هذا هو الفرق. تقنية الاقتصاص والتجميع هي تقنية تشبه إلى حد ما طريقة الريندر بالمسح الأفقي للسكان، تشبه إلى حد كبير تقنية البري إيماج اللي طرحتها وين يكون الريندر على ريجيون على فترة الأجزاء دي ريجيون، نرندر الجزء الأول ثم الجزء الثاني ثم الجزء الثالث هكذا ودواليك. دونك هي تقريبا طريقة متشابهة، غير أن البري إيماج التقنية اللي ذكرتها في الفيديو السابق تسمح لنا بجيب الصورة أخيرا وتغيير إجراء عفوا تعديلات عليها وإضافات سحر، لكن الباك برنر ما يحفظش الصورة، وللأسف بصيغة البري إيماج يحفظ جميع الصور إلا البري إيماج لا يمكن ما يقدرش يعملها عملية اقتصاص وتجميع. لكن اهتديت والحمد لله إلى طريقة أخرى باستعمال الباك برنر، يمكن أيضا إجراء تغييرات على المشهد وتصحيح الأخطاء وإضافات ساحرة على المشهد ولكن بأداة أخرى،
المهم راح نتطرق ليها ان شاء الله في الفيديو هذا باش ما نطولش. اذا الباك بوك واش راه يعني؟ هذه الاضافه الجميله التي كنت اجهلها وهي عمليه اختصاص وثم تجميعها، حيث يكون الاستكمال على فترات بالرغم من فصل الماكس وغلق الجهاز الجوب العمل يقع مخزن في الذاكرة بالنسبة ما ثم يكتمل العمل. جي نرجع تقريب عملية اقتصاص والتجميع بالتقريب كما مثلا يعمل البرنامج هذا عملاق تحميل الانترنت داونلود مانجر، هو نفس العملية. ليش راهو متميز عن جميع البرامج التحميل؟ لأنه ببساطة تقوم بعملية لاحظوا جيدا يفرق الملف مثلا هنا 8 أجزاء ثم يقوم بعملية التجميع. نعاودوا مثلا بتليشارجي، شوفوا حتى يوصل شوفوا 200 وحاجة هي أقصى سرعة للإنترنت المتاح، ثم يقوم بعملية التجميع. كل جزء يستغل فيه الإمكانية تاعو، لذلك يوصل سرعة كبيرة في التحميل. استقلال استعملها باك برنامج يعني تقنية الاختصاص. أنا ندخل كيفيت عمل باك بوك، كيفاش راهو يعمل هذا البرنامج؟ هذا البرنامج أول حاجة ينصب مع الماكس تلقائيا، ويمكن تحميله بالطبع من أوتو ديسك باك برنامج على حدة لعملية تحديث، ولا ممكن إضافة باك برنامج عن فيس، يعني نقوم بنزع باك برنامج القديم وإضافة باك برنامج متوافق مع نسخة الوقت. عند تنصيب الباك برنر راح يبدو جيدا كل البروغرام. نرجعو هنا نشوفو الاوتو ديسك. الباك برنر عبارة عن ماذا؟ أنا منصب الماكس 2014 عبارة عن ماذا؟ عن ست أدوات، أداة المناجر، أداة المونيتر، أداة السيرفر. نشرحو الأدوات هذي بالتفصيل. ما معنى مونيتر؟ ما معنى مناجر؟ ما معنى سيرفر؟ أول حاجة المونيتر التسمية تاعو اسم على مسمى، هو ماذا؟ هو عبارة أول حاجة نفتحوه إكزيكيتيف أوتون كادمينستراتور سير كامو مسؤول، أنا راني مسؤول نجربو هنا إكزيكيتيف أوتون كادمينستراتور. المونيتر هو الشاشة، المونيتر هو الاسم تاع الشاشة تسير فيها الأعمال، هنا الخانة عامل ترافاي دونك ليطا تاع العمل، لا بروغريسيون حالة تاع العمل وين واصل النسبة، خصائص العمل. في الخانة هذه على اليمين عندنا إجمالية يعني سومي ريكابتيلاسيون كما نقولو حنا، حوصلة على العمل، حوصلة على المهمة، لأنو العمل ممكن يكون مقسم إلى عدة مهام باش نميزو بين العمل والمهمة. العمل هو مجموعة مهام. حنا بتقنية اقتصاص الصور راح نقوم بماذا؟ بعدة مهام في عمل واحد، هو العمل هو إنجاز رندر لصورة عايزة تيودا، والمهام هي اقتصاص الصور ثم تجميعها. راح يكون عندنا مهمتين رئيسيتين راح نشرحها. من هنا حوصلة على المهمة، من هنا لو ديتاي دو ترافاي يعني كيما نقولو تفاصيل العمل، وهنا كاش رسائل الإخطاء راح هنا في الخانة هذه، هنا الوسائل الترافاي سيليكسيوني والجروب، هنا الجهة هذه راح يتأفيشاو لنا يعني بالمفهوم لي بيسي تاعنا، الأجهزة اللي راهي على اتصال بالشبكة، ممكن جهاز 2 3 4، ممكن جهاز موسيقى والخير بصيغة سليف يعني تحت الإمارة تاع الجهاز الأساسي بالطبع بواسطة الشبكة. حنا هنا راح نستعملو جهاز واحد دونك هذا المونيتور كما شرحنا. نرجعو من هنا سيرفر ومن هنا مناجر. المناجر كما التسمية تاعو سي لو جيستيونير المسير. هذا المناجر هذا يقوم بعملية تنسيق السيرفر. السيرفر هو المسؤول رقم واحد بإنجاز الريندر من الماكس، يعني المناجر يسير العمل يعطي أوامر للسيرفر. السيرفر ماذا يقوم؟ السيرفر يقوم بإعطاء أمر للماكس بالتشغيل وإنجاز الريندر على أجزاء، يعطي أمر بغلق الماكس بتشغيل الماكس، يعني هو المسؤول رقم واحد اللي يعمل مباشرة مع المسير. لكن المناجر يقوم بعملية التنسيق، إعطاء المهام والأعمال. دونك راح نفتحو مثلا للمناجر تاعنا
اكزيكيتي اوتو كادمنستراسيون تصير كمش مسؤول بالطبع اوكي لاحظوا جيد انطلق المناجر ديميراج دي جيستيونير دو ريزو انطلق مسير الشبكة تصل بالماكس نسخة 63 بيت لا فيرسيون كذا 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 هنا زوج رسائل تحذير ابسوليت بلوغين يعني راهو كاين هناك مقبس منصب بصيغة مطلقة فورما ابسوليت من الماكس الفيون التسعة نتجاهلو الرسالة هادي لأننا نعملو حنا مباشرة الماكس 2014 الآلة راهو تصل بالأوتو ديسك 2014 نسخة 60 بايت ثم ماذا شارجا لي موديل تصل لو كليون لادريس اي بي تاع الجهاز 192.168 نقطة واحد نقطة أربعة ثم راهو كونيكتا دار العمل تاعو بصفة عادية لأن نسيرو السيرفر شوفوا عملية التنسيق فاش راح تكون بون سيكيتي أوتون كادمينستراتور وي الآن نفس الشيء اتصال لاحظوا جيدا الآن راهو اتصل بالمناجر وسجل رقم الاي بي وقبل دونك راهو جاهز للعمل راهو جاهز للعمل نقدروا مثلا المرة الأولى نغلقوا معليش نغلقوا شوفوا كيفاش نغلقوا كل شيء كل شيء يغلق نغلقوا المونيتور يغلق الآن هادو هما الأدوات اللي يسيروا الرندر بغض النظر على الماكس الماكس يكون مشغل ولا مش مشغل هما اللي يأمروا الماكس بالتشغيل ويعاودوا يهبطوا الماكس لابار دوتي اللي تحت والعمل ينجز عادي مهمة وحدة يمكن ينجز صورة وحدة ولا ملفات متعددة تكون شبكة كبيرة المهم الجوب الأول والثاني العمل الأول والثاني تتنصب في الليست هذه وتنجز الآن أول حاجة ما بينكم لازم نعطيوها أن جوب نعطيوها مهمة الساعة مهمة شكون اللي مدها الفترة الأولى مدها الماكس المرة الأولى عفوا دونك نكتبو الماكس وهاو الماكس وهاو الملف مثلا نضغط على رندر سيتاب ماذا نفعل اول حاجه باش تفادي كل المشاكل المستحسن تبيري غري فرام باتر عدم تفعيل انيبل بيلد ان فرام باتر لماذا لانه فيه هناك فيه الى حد الان اشكال وهو عدم تناسق هاد الاف بي في عفوا بي اف بي هذا رندر فريم بيتر عفوا مع الباك بيرنر انتظار حل المشكلة لماذا لأن الاختصاص يكون العمل يكون جيد كي نوصلوا للتجميع ما يكونش تجمع هذا هو المشكل الكبير اللي نطرق له ونشرحه دونك هذه ماشي فيهاش نروحو للكومنت نعدو نقوم بإعداد مقاس الصورة حنا هنا يمكن لانكريز تاع الدقة مثلا نوصلوها 6000 3000 لكن انا باش نوقت الفيديو يكون قصير نستحسن مثال برك صوره صغيره 8 على 5 بالطبع حددنا المقاس الان وين راح نحفظوا الملف راح وصيغه الحفظ دونك سيف فايل فايل راح تحفظ مجلد سطح المكتب مجلد بس 2015 اي صيغه مثلا صيغه PNG مثلا ملف رقم مثلا 10 لو نحفظ بصيغة دري ايماج المشكل انه ما يقدرش يقتص الصورة ما يقدرش يجمعها لذلك نستخدم اختيار BMPT في PNG JPEG وكذا المهم تفادي دري ايماج اللي شرحتها في الفيديو السابق دونك نحفظه بصيغة PNG مثلا سيف اوكي الآن رانا كل شيء واجد في إعدادات طبعا الملف ما نضغطوش على رندر لو نضغط على رندر تحكم بعملية الرندر عادي من الماكس لكن لا احنا حابين نرندرو بطريقة الدوك بيرنر لذلك نضغط على هذه الأيقونة نروح لسيبتين عفوا سيبميت تو نتورك رندر نحول إلى نتورك رندر يعني الرندر بواسطة الشبكة دونك هذا اسم الملف المرة برندرته والادرس اي بي تاع الجهاز
مثلا لو نقوم مثلا بعملية كونكت، مش راح تكون عملية كونكت، كونكت ريفيوز دي نيدد. لماذا؟ لأنه ما كانش السيرفيس اللي يتكفل برندر الشبكة ببساطة. هادو لازم تشغلو داك. أول حاجة نشغلو المانجر أز أدمينستراتور، مش نوض على الأسفل. أراه الآن واحد مانجر راهو جاهز. جيد، شغلو المونيتور. المونيتور راهو جاهز. جيد، ثم نشغلو السيرفر. السيرفر الآن إن شاء الله راهو جاهز. جيد، عملية الاتصال بالمانجر اتصل به، لكن إلى حد الساعة ما كان حتى مهمة ينجزها. راهو يتوقف هنا، لكن حتى مهمة. عودة الآن إلى الماكس من النافذة هذه، Network Job Assignment، يعني العمل المسند بواسطة الشبكة. النافذة هذه بالطبع كما ذكرت سابقا، هنا اسم الملف، أدرس اي بي، لا بريوريتي 50%، لانه هنا راح نسند زوج مهام. درك نشرح زوج مهام هذو، ثم مع هاي التقنية الجميلة سبليت سكان لاين، يعني عملية الرندر بواسطة سبليت الاقتصاص، سكان افقي من الاعلى الاسفل. نضغط على ديفاين. ما معنى هنا ديفاين؟ ديفاين راح نحددو الصورة كيفاش راح نقوم بعملية الرندر نتاعها. مقاس الصورة 800x500 بيكسل، ستريب هاي 25، راح نخدم إما بالبيكسلات أو بالبرسنتاج. دونك بالبرسنتاج، برسنتاج بالطبع 25%، يعني الصورة حنقسمها على 500، ال 500 بيكسل تاع عندنا العرض 800 بيكسل و الارتفاع 500. ال 500 بيكسل قسمها على 25%، يعني راح نقسمها على 4. المفهوم هنا نمبر اوف ستريب 4، يعني كل 125 بيكسل. لو نرجعوا للبيكسل ونتاكدوا، نلقاو كل 125 بيكسل راح يترندر على حيده. دونك في البورسنتاج كل 25% راح ترندر على حيده. ما معنى اوفرلاي؟ اوفر لايت هي طبعا تطابق الصورة الأولى مع الصورة الثانية، راح يتصرا سوبر بوزيسيون، راح الصورة الأولى تركب على الصورة الثانية. لماذا؟ بمجال يمثل 1%. لماذا؟ لتفادي التشوهات في الصورة الناتجة. تذكروا جيدا في الفيديو السابق أني لما شرحت كنت ندير لا ريجيون الاولى لا ريجيون الثانيه، ونكون لا ريجيون الاولى الثانيه تركب على لا ريجيون الاولى بقليل باش النتيجه تكون بارفيت كما نقولوا، نتيجه جيده. دونك هنا ديلي تومبوراري ايماج ايكون كومبليش، ما معناتها؟ معناتها انه السبليت تاع الصور الاربع اجزاء اللي مقسمان، لما نرندروهم ننزعوهم، يقوم البرنامج ب يسيبريميه من حين ويحتفظ ويجمع الصورة، وإلا تبقى الصورة الأصلية. وهذا من حين باش ما نستدير الجهاز من الهارد ما نطروش عليه ويهز معطيات بزاف، كل مرة صور إضافية وإضافية. دونك المستحسن فعل الإقامة. دونك بالمفهوم رانا قسمنا الصورة إلى 4 أجزاء، وين كاين تطابق بين جزء وجزء بنسبة 1%. نضغط على اوكي. جيد، نضغط على كونكت. بمجرد الضغط على كونكت يتصل بالبيسي. لماذا؟ لان سابقا راني شغلت هاد الثلاثي هذا. دونك كلش راهو جيد. الان واش راح ندير؟ راح نضغط على السيبميت. بمجرد الضغط على السيبميت راح الجوب هذا يحفظ الملف سيف فايل، يحفظ ويسند
من الماكس إلى المناجر. المناجر راح ينسق من السيرفر، يسند إلى السيرفر وتنطلق المهمة. إحنا دونك في الحالة هذه نديرو عملية سيبميت باش نحفظو الملف. الحالة هذه نقدرو نغلقو كل شيء، نطفيو الجهاز بمجرد تشغيل الجهاز والانطلاق، نشغلو الأدوات الثلاثة هذو، ينطلق كل شيء. الآن راهو ساند الدينج جوب، راهو بعث له جوب إلى مدى المناجر. راه نغلقو مثلا الملف، نحفظو السيف جيد. الآن راهو سند، راهو سند، نقدرو نخليه يسند العمل. نحبو نغلقو، معليش يسند العمل مش مشكل. أنا راح يسرع عملية السند. واحد وجيد، عندنا زوج دو فيشي دو ماكس. هذا دو فيشي راح ينطلق الأمر. الريندر تاع الجزء الاول تاع الصوره بالطبع راح المونيتور واحد وجيه ثم الاسم الجزء الاول من الصوره راهو ماذا في ماذا في البريباس في بيلدين عفوا لايت كاش. راهو الان يبني في الاضاءه المخفيه ثم ينطلق للبريباس ثم للريندرينغ. دونك هنا في المونيتور ولا شيء، لماذا؟ لان ما كاينش عمليه كونيكت. نديرو عمليه كونيكت تاع الترافا تاع العمل جيستيونير كونيكت كونيكت ريسيرش اوتوماتيك كونيكت. جيد، الان اراه افيشا لنا زوج مهام. لماذا زوج مهام بالذات؟ باش تفهموا مليح. المهمه الاولى هاي البريوريتي المعطيات تاعها، وهذه مهمة ثانية. في المهمة الأولى هي مهمة الريندر الأربع أجزاء، يعني 25% 25% 25% 25% أربع صور. المهمة الثانية هذه هي مهمة تجميع الصور ثم عملية ديليت الأجزاء وحفظ إلى صورة صغيرة. دونك هادو لي دو جوب لي يخدمو بالتوازي، ما لازمش ننزعوا واحد من الجوبين. لو ننزع واحد من الجوب من هادو راح يصير لنا اشكال، خصوصا في الجوب الثاني هذا. لو ننزع الجوب هذا الثاني دونك راح يستحيل البرنامج السيرفر يامر الماكس باش يجمع الصور، لان هذه مهمه التجميع وهذه مهمه ريندر الاجهزه. دونك تي درانا الان 0.0%، مجرد الانتهاء من الريندر الاول راح تافيشا نسبة 25%. الان رانا ريندرينغ فريم ايماج واحد الى واحد، لازمنا واحد الى واحد، اثنين على اثنين، ثلاثة على ثلاثة، واربعة على اربعة. دونك في واحد الى واحد راح ياخذ وقت البريباس والريندرينغ. بالطبع لاحظوا جيدا، انا من المفروض هنا يتافيشي لي سكان لاين، يعني الريندر الافتراضي لاني غير مفعل الفيري فريم بفر، لكن عندي ان في انوتر فيري فريم بفر بلس اصدار 45. هذا فيري اخر، ماشي فيري عفوا، فريم بفر اللي يعمل مع الفيري. هذا نسخه رائعه وقويه بالفعل، فيها ميزات يعني قوية جدا في تعديل الصور وكذا، فيها أمور كثيرة. هذا يحتاج يعني الحقيقة اللي يستعمله يحتاج عليه درس. احنا هذا راهو مادام ماهوش مكان الفريم بافر اتصل بهذا. هذا إلى حد الآن الفريم بافر بلس استراتي اقتصادي ولا مشكل فيه، بإذن الله راهو يعمل بطريقة جيدة. قم بعملية الريندر ثم تجميع عادي، هام لي كور، لا في شارج تاع الكاميرا، تاع وقت الافتراضي للريندر 14 دقيقة تقريبا، هو نفس الوقت هذا بالتقريب. دونك الصورة راح تاخد حوالي 13 دقيقة استنادا الى المعطيات هنا في الشجرة.
لو نفعل التراك ماوس هنا نظن ما كاينش تراك ماوس في هذا الاصدار، الله اعلم ما كاينش، مانيش متاكد مليح، بس ممكن يكون طوبي. المهم لا علينا، احنا واش يهمنا في الدرس هذا، يهمنا عملية إنجاز الرندر على أجزاء، مندخلوش في تفاصيل أخرى. دونك نخليو الجهاز يعمل، نخليو الجوب يسند، الرندر يصير. الآن رانا في مرحلة تاع رندر 25% من الصورة، نحاول قطع الاتصال مؤقتا، تقطع عفوا التسجيل ثم نعود. بالطبع الآن الريندر راح يشرف على الانتهاء بالنسبة للجزء الأول. بمجرد الانتهاء من الجزء الأول راحت لهنا تولي تصبح 25 في 100 بالطبع. لاحظوا جيدا الآن مجرد حفظ الجزء الأول من الصورة، أول حاجة يحفظ أو في الرندرينج الآن ماهوش مازال مخلص، ويحفظ هنا المجلد هذا الافتراضي للحفظ راهو الآن فارغ، تحفظ جزء من يحفظ جزء من الصورة ولينا ولي رندر إليمنت تاعو زيليمون درومبي بالطبع عدناه، ممكن إضافة دي زيليمون درومبي باش نتحكمو في جودة الصورة في أمور كثيرة، ممكن إضافة المفهوم في لا ترسي دي روند دي زيليمون دروندو، يعني كل جزء على حدة، تحكم مثلا في الضلال، تحكم في السبيكولار، في أمور كثيرة. دونك رانا في الانتهاء، لاحظوا جيد بمجرد الانتهاء انتهت، لاحظوا جيد 25% أنجزت، تنطلق المهمة الثانية 2 على 2. وهنا ماذا حفظنا؟ زوج صور، واحدة بصيغة PNG والثانية بصيغة RAW Reflection Render Element. هادو يعتبروا صورتين للمهمة الثانية ستيك شينانفو، وهنا RAW Reflection نفس الشيء ستيك شينانفو، يعني مازال ماهمش زوج صيغة. هاو ST Split، يعني الصورة الأولى سماها افتراضية، الصورة الأولى مقاسها 800 على 129، من المفروض لو الربع تاع 500 بكسل هي 125، لكن لاحظوا جيدا هنا 129. لماذا 129؟ لأن كما شرحت الآن بورسون هذاك 1% لتتابق الصور وتفادي التشوهات، لذلك راح زاد 4 بكسلات من عندي، يعني الإعداد الأول تتابق اللي شرحته. تنطلق المهمة الثانية، نقدروا في الحالة هذه نغلقوا الجهاز، نغلقوا الماكس ونحبسوا المهمة، هاي المهمة الثانية. لاحظوا رانا الآن في مرحلة Building Light Cache، نغلق Cancel، نغلق السيرفر، هو الرئيسي الساكن، نغلقوا السيرفر كل شيء تقطع. رسالة تحذيرية، نعم نغلق، راهو الآن خلاص تغلق السيرفر والجوب حبس 25، نحبس اللون أحمر، نغلقو المونيتور، نغلقو بالطبع الجيستيونير ماناجير، نغلق، غلقنا كلش، تات المهمة، نغلق الماكس، نحفظ فايل لتفادي أي مشاكل، نقوم بعملية بالطبع غلق الماكس. جيد الآن رانا غلقنا كلش، هل الآن نحتاج نغلق الجهاز مثلا؟ هل الآن نحتاج إلى إعادة تشغيل الماكس؟ لا، لا نحتاج إلى إعادة تشغيل الماكس، بل نحتاج إلى بالطبع تشغيل الأدوات هذو الثلاثة، مونيتور إكزيكتي طونك ادمنستراتور، الجوب مادام عملت درتش عملية كونكت ولا جوب، حتى نعمل عملية كونكت بالطبع
اول حاجه نشغلو ماناجر اكزيكوتيف دونك ادمنستراتور. اوكي عمليه كونيكت. الان لاحظوا جيدا واش صرا، راهو اتصل بالكليان بلادريس اي بي، راهو الان حبي يسند مهمه للسيرفر. واش راهي الرساله تقول؟ اوكين سيرفر فاليد بور تريتي لو ترافاي 3 دي كذا، اوكين سيرفر فاليد ويعاود بور لو ترافاي هذا العمل الاول وهذا العمل الثاني سيكوند باس. سيكوند باس هذه هي عمليه تجميع الصور الى صوره واحده. دونك ما كاينش سيرفر ما كاينش امر الماكس. الان المهمه راهي متوقفه، بمجرد تشغيل السيرفر يبدا العمل الرئيسي. يشغل السيرفر والماكس ما راهوش يشغل، واحد جيد من بدا يعمل السيرفر. ينطلق السيرفر، يتلقى اوامر، راهو سجل لادريس اي بي ريسبسيون دان نوفو ترافاي، راهو تلقى عمل جديد من ماذا؟ من المناجر. هاو اسم العمل، راهو مستقبل مستقبل وجاهز لونسمون دو اوتوديكس 3 دي ماكس، راهو الان لوشينغ اوتوديكس، راهو عامل راح مباشرة يقوم بتشغيل الماكس، راح يشغل الماكس وينطلق العمل. نشوفو لك راهو شغل الماكس، راهو تشغل الماكس. الان بمجرد تشغيل الماكس ما يهمناش الماكس، ما نحتاجوش، راهو مشغل اون ما كونت لتحت. العمل راهو ينجز بسلاسة. ها الماكس، ها انطلق الجوب. العمل، ما هو العمل؟ عمل الصورة ما هو؟ هي وي افيشي هنا واحد على واحد، لكن هي مفهوم هي الصورة الثانية، لأن الجوب الأول خلاص راهو عملو حفظو. ها الجوب الأول، دونك الجوب الثاني هو بالنسبة ليه حنا نمرلولوش رندرنا، رندرنا جزء من السماء، ها الجزء العلوي. الآن شوفوا اللي هنا ما كانش بناية، لكن هنا كاين بناية، الجزء العلوي انتهى منه، ها في الجزء السفلي. نروحو للمناجر ونشوفو المونيتر، عفوا نشوفو واش راهو صار. مونيتر ما كان حتى شيء، لأنه ما كانش عملية كونكت، نديرو عملية كونكت. ريشيرش اوتوماتيك. اوكي تمام، رانا الآن في 25%. ماذا تمثل 25%؟ تمثل الجزء الأول الذي تم رندرته، هذا الجزء الثاني هو جزء 50%. بمجرد الانتهاء راح يافيشي 50%. دونك لي بري باس بيلدينغ لايت كاش والبري باس والرندرينغ، في انتظار هذا الانجاز، هذه المهمة الثلاثة، حاولوا إيقاف التسجيل. بالطبع شرف نهائي على الجزء الثاني من الريندر، ننتظر قليلا. نلاحظ باللي هنا راح تغير النسبة، وهنا راح تضاف صورة جديدة. الآن النسبة راح تغير من 25% إلى 50%، تضاف صورتين جديدتين ثم صورتين قيد الإنجاز. لاحظوا بعد قليل إن شاء الله الجوب راح يكتمل بنسبة 50%، يعني الصورة تورندر رندرنا 50% منها. هذه تقنية الاختصاص، الصورة الأولى تاع الرندر إيليمنت ثم تأتي الصورة الثانية. مجرد الانتهاء انتهت العملية، ثم وصل النسبة 50% و رندرت هذا الجزء الأول. بالطبع نبرر هذاك، هذا الجزء الأول وهذا. الجزء الثاني
الجزء الثاني. جيد، الآن رانا ننطلقوا الجزء الثالث. ها الجزء الثالث هنا بطاقة مهمة، وها الجزء الثالث الوقت الافتراضي. الآن رانا في بيلدينغ لايت كاش، مازال موصلناش الوقت الافتراضي تاع الريندر. الوقت الافتراضي دقيقة 35 تاع بيلدينغ لايت كاش، ثم البري باس، ثم الرندرينغ. الآن نحاولوا طبعا راح تكون تتم عملية الرندر الجزء هذا عادي طريقة روتينية. راح نفصلوا التسجيل ونكملوا إن شاء الله عند انتهاء الرندر. الآن لاحظوا جيد المهمة الثالثة أنجزت بالطبع، راهي في 75% وانطلق في المهمة الرابعة وهي ريندرت ما تبقى من الصورة. لاحظوا 75%، لاحظوا الصور، ثلاث صور، الأولى الثانية ثم هاي الصورة الثالثة، الجزء الثالث من الصورة أبري رابك ونلقى مدرع الصورة. لاحظوا جيدا. الآن بقى الجزء الأخير من الصورة، العمل راه 75% من المهمة الأولى. المهمة الثانية تنتظر انتهاء المهمة الأولى لتنطلق بعملية التجميع. الآن رانا في مرحلة بالطبع البيلدينغ لايت كاش، ثم البريباس والرندرينغ بصفة عادية في انتظار طبعا الانتهاء من هذه المهمة. إلا نحاولوا نفصلوا غلق السيرفر، نغلقوا السيرفر مثلا، إنه السيرفر عملية إغلاق السيرفر والأمر رقم واحد. درك نغلق الريندر ثم نغلق المونيتور، نغلق الجيستيونير المناجر، ثم الغلق. لاحظوا جيدا المكسرة تغلق تلقائيا، تغلق تلقائيا. نحاول من جديد إعادة تشغيل الأدوات الثلاثة. راح بالطبع المانجر يعطي الجوب للسيرفر، العمل السيرفر يأمر الماكس بالتشغيل، الماكس ينطلق في عملية ريندر الجزء الرابع. هذا بالطبع بيفصل الجهاز ثم غلقه نهائيا، ثم إعادة العمل على فترات. أمور راهي تمشي بسلاسة في انتظار نحبسو التسجيل، في انتظار إعادة تشغيل الأمور من جديد. نشغل اولا بالطبع المانجر، ثم نشغل السيرفر، ثم نشغل المونيتور، نقوم بعملية كونكت للمونيتور. اوكي الجواب راهو 75%. نحاول ندخل للسيرفر، نلقاو امر موني ماكس لونسمون دو اوتو ديسك 3 دي ماكس، يعني راه قام بتشغيل طبع الماكس لانجاز المهمه. الماكس راه مشغل. الان ينطلق ريندر الجزء الرابع، انتظار انطلاق الجزء الرابع. ينطلق الان الجزء الرابع من ريندر.
الآن أنا في مرحلة الـ Building Lights Cache الجزء المتبقي. بالطبع كما شرحنا سابقا راح نكون في مرحلة البريباس، مرحلة الرندرين، ثم يحفظ الصورة. في انتظار ذلك نقوم بإيقاف التسجيل. الآن لاحظوا جيدا بأنه راه يندر في الإشراف النهائي، بقى جزء صغير يمثل حوالي بيكسلتين 3 4 5 6 7 8 8، حوالي 64 بيكسل. الآن يتم تصويرها وينتهي المشهد. هي عبارة عن إنعكاس طبعا الشجار على الخانة الأمامية. لاحظوا جيدا الآن انتهى الجوب الأول 100%. الآن الجوب الثاني راهو عملية ماذا؟ عملية تجميع. لاحظوا جيدا هنا راهو الجوب الأول والثاني والثالث انطلاق عملية بالطبع تشيك اند باس انوماري سيرفيس افري. بالطبع الآن راح انطلق عملية التجميع، تنطلق تكون عملية التجميع. هاي الصورة الأخيرة مثل دارتها. الآن راه أكتيف قيد البناء، قيد التشغيل. هذا الجوب الثاني، هذه المهمة الثانية هي مهمة تجميع ومسح، تقوم بالديليت تجميع الصور، تحتفظ إلا بالصورة الأصلية بصيغة PNG وبصيغة Render Element Brero Reflection. ننتظر قليلا ريثما تتم تنجز المهمة الثانية. بالطبع راح تنطلق إنجاز المهمة الثانية بعد لحظات. الآن انتهت العملية. انتهت العملية، تحصلنا على هنا المهام انتهوا. الآن تحصلنا على الصورة الأصلية و الرندر إليمنت تاعو. هذه بالطبع تحتاج بوست برودكشن ومعالجة بالطبع، وهذا الرندر إليمنت تاعو ريفليكشن. بالطبع بعد إغلاق السيرفر بقدرنا وكذا المانجر بقدرنا وإلى التشغيل، نلاحظ أن المهام غير موجودة في انتظار البرو الأدواتين، في انتظار مروة مهام جديدة. منساوش يمكن تعديل المانجر من هنا وكذلك البقدرنا من هنا
واستحسن إعدادات افتراضية. أظن أن وقت الفيديو أخذ قسط كبير، نتركه الجزء المتبقي لإجراء تعديلات على الصور وإضافة مؤثرات ساحرة والأدات اللي ذكرتها سابقا واحتديت لها. المهم في انتظار فيديو جديد. سألكم دعاء للأم الغالية بالشفاء العاجل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.